كنتمنى الفيديو ديما يعجبكم. ما تنساوش دائما دعمونا بابوني وجيم. هاد المره ان شاء الله غيكون موضوع مختلف، غيكون ان شاء الله موضوعا وطنيا مرتبطا بذكرى المسيره الخضراء، ذكرى المسيره الخضراء التي يحتفل بها المغاربه كل سنه، احتفالات شعبية بواسطة هذه المسيرة. استطاع المغاربة سر أراضيهم الصحراوية حاملين معهم القرآن الكريم وإيمانهم بقضيتهم الصحراء المغربية. وأمام ذهول الجميع استطاع المغاربة السر جزءا من خريطتهم وجزءا من وطنهم الغالي والعزيز. اليوم ان شاء الله كنتمنى الموضوع ديالي وما يعجبكم، وما تنساوش طبيعة الحال دائما دعمونا وخليكم مع الفيديو. مساء الخير او صباح الخير، مرحبا بكم معي مرة اخرى في هذا الفيديو الجميل والرائع، فيديو وطني بامتياز. يصادف اليوم ذكرى المسيرة الخضراء المغفرة. ذكرى المسيرة الخضراء المغفرة هو عيدا وطنيا يحتفل به جميع المغاربة يوم 6 نوفمبر. ذكرى تصادف الذكرى 47. ذكرى المسيرة الخضراء هي مسيرة وطنية شارك فيها عموم الشعب المغربي. هذه الذكرى التي توحد فيها المغاربة شمالا وجنوبا شرقا وغربا، لم يكن هناك فرق بين النساء أو الرجل، بل بالعكس اتحد نساء ورجال شيوخ وأطفال من أجل هدف واحد، وهو استرجاع جزءا من أراضيهم الصحراوية، جزءا من ترابهم، جزءا من خريطتهم المغربية. كانت مسيرة شعبية سلمية تميزت بحمل القرآن الكريم سلاحهم. شارك في المسيرة حوالي 350 ألف متطوع، من بينهم 10% من النساء، تقديرا لدور المرأة وما تقوم به من مجهودات واعترافا بدورها الفعال في المجتمع. تعد المسيرة الخضراء إحدى المسيرات الشعبية التي تم الترويج لها على نحو جيد، والتي حظيت بأهمية بالغة. ففي 5 نوفمبر عام 75 900,000 تجمع حوالي 350,000 من المغاربة في مدينة طرفاي الواقعة جنوب المغرب، منتظرين إشارة بدء المسيرة من الملك الحسن الثاني لعبور الصحراء المغربية. وقد لوح المتظاهرون بالأعلام المغربية ولافتات تدعو إلى عودة الصحراء المغربية، وصور لملك المغرب، وبالقرآن الكريم الذي كان حليفهم ونصيرهم. كما اتخذ اللون الأخضر لوصف هذه المسيرة كرمز للسلام. بحلول 14 نوفمبر 75 وقع المغرب وإسبانيا وموريتانيا اتفاقية استعاد المغرب بمقتضاها أقاليمه الجنوبية، وهي الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصادقت عليها الجماعة التي أكدت في اجتماعها بالعيون يوم 26 فبراير 1976 مغربية الصحراء. وبذلك تم وضع حد نهائي للوجود الإسباني بالمنطقة، وتم احترام موقف سكانها المعبر عن من طرف الهيئة الصحراوية الوحيدة ذات طابع التمثيلي الحقيقي. وقد تمت المفاوضة طبقا للفصل 33 من ميثاق الأمم
المتحدة وقرارات مجلس الأمن الذي عقد عدة جلسات بطلب من إسبانيا بعد الإعلان عن المسيرة الخضراء. ودعا المجلس الأمن في قراراته الأطراف المعنية إلى التحلي بالضبط النفسي والاعتدال وتجنب كل عمل من جانب واحد من شأنه تصعيد التوتر. المسيرة الخضراء هي مسيرة سلمية شارك فيها نساء ورجال، أطفال وشيوخ. حققت المسيرة الخضراء إنجازات كبيرة وعظيمة. على الرغم من أنها سلمية، فقد استطاع المغاربة من التفات انتباه العالم أجمع حول هذه القضية، وتم التوصل إلى اتفاق عادل. وفي هذه الفقرة سنتعرف على نجاحات هذه المسيرة، وهي قام الإسبان بتعديل موقفهم المتعصب ضد المغرب. في 9 من يونيو تم الإعلان من قبل الملك الحسن الثاني بأن المسيرة حققت الهدف المراد، وطلب من المواطنين طبيعة الحال الرجوع إلى نقطة الانطلاق. توصل الطرف المغربي والإسباني إلى اتفاقية مدريد يوم 14 نوفمبر 1975 ميلادي، وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدخول المغرب إلى العيون بشكل سلمي وانسحاب القوات الإسبانية من المنطقة بتاريخ 26 فبراير 76 900 و1000. في هذه المسيرة، مسيرة الخضراء، عبر المغاربة عن وحدتهم وعن قوتهم وعن حبهم لوطنهم بلون اتخاذ القرآن سلاحهم، حاملين معهم الراية المغربية ذات اللون الأحمر التي تتخلله النجمة الخضراء. لون أحمر يدل على الحب وعن الدم، ولون الأخضر يدل عن الأرض. وبطبيعة الحال المغاربة تشبثوا بأرضهم وبجزء من وطنهم، ألا وهي الصحراء المغربية. نقول صحراء مغربية ونفتخر بمغربيتها. هنيئا للمغاربة بصحرائهم، وهنيئا للصحراء بمغربها. أترككم مع النشيد الذي يترك بصمة في قلوبنا وأثرا تحفيزيا في أعماقنا. شكرا لكل من شارك في هذه المسيرة الرائعة. خليكم عن موسيقى فيديو آخر إن شاء الله، وموضوع آخر إن شاء الله، ولا تنسونا من دعمكم الله أكبر.
بلادنا.